كتير نقطة مهمة. بيجينا كتير مرضى بتقول لك أنا بس بدي شد الرقبة هون، يعني دبل شن، بس بدي شد رقبتي، بيكون عنده دبل شن وهون عنده خط الفك بيكون غير محدد. فهل هذا الشيء كافي؟ بشكل عام نحن بنقول هذا الشيء مو كافي. إذا ما شدينا الخدود ومنطقة الفك والرقبة بالعادة هالشيء مو كافي وما بيطلع الشكل حلو إذا شدينا بس فقط الرقبة من هون وخلينا من فوق كل شيء يترهل. يعني صوروا أنتوا واحد أنتوا قدامكم شدينا الرقبة لكن لسه عنده هون خدود مرهلة، خطوط عميقة، خط الفك ما هو محدد، وعنده هون شوية ساقم بيسموه الترهل المنطقة هاي. فبشكل عام شد الرقبة لحاله غير كافي لإعطاء النتيجة الجيدة، بالعكس أحيانا ممكن يعطي نتيجة غير جيدة ومنظر غير جيد، بيكون أفضل لو ما ساوي نشي بيكون أحسن. لكن طبعا شد الرقبة لحاله والدبل شن ممكن يكون كافي بحالة واحدة فقط عند أشخاص صغار، يعني اللي عمره مثلا حوالي مثلا عنده مثلا دبل شن من دقيقة واحدة عمره مثلا 25-30-35 سنة 38 سنة، ممكن هون بهيك حالة نسوي فقط شد الرقبة فقط، لأن بيكون عندهم العادة الخد مشدود وخط الفكهم بيكون تقريبا واضح. فبهيك حالة ممكن نسوي جرح مخفي من خلف الإذن وندخل من خلف الإذن تحت الجلد ونشد عضلات الرقبة ويشفط شوية الدهن من هون ويشدوا عضلات الرقبة. أهم شيء شد عضلات الرقبة، إنه لو سويت شفط دهن بس لحاله العكس بيصير لك مشكلة أكثر سوءا، لأن الجلد بترهل بزيادة، مثل إذا عندك ستارة ما فيها بطانة بترهل بزيادة. فإذا شد الرقبة لحاله أو العلاج دبل شن ممكن يكون مناسب لحاله فقط عند الأشخاص اليونج، عند الأشخاص الصغار اللي عمره ما بين 25-35-38 سنة. لكن إذا كان الشخص عمره فوق 40 سنة لازم نسوي شد وجه كامل مع شد الرقبة، شد خدود وشد منطقة الفك وشد الرقبة حتى ياخذ الشكل الجمالي الشكل المطلوب. المهم نحن دائما هدف أي عملية هو الرجوع للخلف سنين للوراء وإعطاء منظر متناسق، الخدود تكون متناسقة مع بعضها، خط الفك متناسق والرقبة متناسق. فضمع التناسق والوجه والتناظر جدا جدا مهم. بشار بزغي معكم، اذكركم كمان عملتنا كلية تخدير موضعي مع مهدي يوم واحد بالمستشفى. بشار بزغي معكم، مركزنا في لندن 21 هاي ستريت دبي شارع الشيخ زايد. بشار بزغي الحائز على البورد البريطاني في جراحة شد وجه الرقبة من لندن.